اللي يعرف هو يعرف كيفاش يدير لي باش ما يبقاش يخبط عليا. محني لمحني مكربصني المجرم راه يبات يخبط عليا وخان الصوت كيبات يخبط عليا. انا محن رانا والله العظيم انا كنرقد في الشارع راه وخذ امشي وفركوا لي في الباب المجرم والمجرمة باركين لي في الباب راه محنيني. الله يجازيك بخير نشوف شي واحد اللي كيعرف غادي يكون يلقى هذه المشكلة يفك عليا. الله يجازيك بخير انا مكرس انا مكرس راه هذا المجرم يبات يخبط عليا راه بغيت الحلال العدو رانا محن والمجرمة تلقى كتبات تخبط عليا وراه مكرسيني. واخا مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم فانا في هذا العاجل المباشر من مدينة الدار البيضاء. بلا شك هذا السيد فراك كتعرفوا هذا السيد هو اللي كان كيتعرض للاعتداء والتهجم كيف ما كيقولوا من طرف جيرانه بغاو يخرجوا من الدار. في الدار كان شارى ب 10 مليون هما باغيين يخرجوا منها ما عرفوا السبب علاش. فلحد الان مشاهدينا الكرام فان هذا السيد كينعس في الزنقه في عز رمضان كيفطر في رمضان مدوز كل شيء غير في الشارع في عز رمضان. فتفاصيل مؤشره صراحه كنسمعوا مع السيد الحاج. السلام عليكم. كي دازت لك دابا خمس ايام ديال رمضان كيف دازت؟ الخمس ايام ديال رمضان راه بغيت الحلال عندكم رانا مكرفص لا من يرحمني هو الله سبحانه. وهذا المؤمن ولا رجل كيكون في الدوله مسؤول الله يجازيه بخير رانا مكرفص وراه مخرجيني من داري. وهل المجرم راه كيبات يخبط عليا وراه هو المجرم ديال مرتو يبات يخبط عليا وراه كيبات كم الليل وراه رانا محن كيبات يخبط عليا باش كيدير لي القلق وكنخرج نفسي ضيقة عليا وباركين لي في الباب والمجرم والمجرمة كيخرجوني راهم كيخبط يبات يخبط عليا. فين كتبات دابا؟ ورانا كنبات في الشارع. في الشارع في رمضان في رمضان ورانا مجرد في الشارع لا من يرحمني لا من يغيثني لا الله. كشطر في الزنقة كنشطر في الزنقة نتسحر في الزنقة ومحين رانا بغيت العدو بغيت هذوك بغيت ليهم هما ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. المجرمين راه مكرسيني ولي هو في المسؤولية رانا قدامه اليوم راه ما نسامحش ليه اللي ما خدمش معايا السيرفيس. دابا هاد الناس هذا شنو باغيين منك بالضبط؟ هاد المجرمين بغاو يخرجوني من داري بغيت تراموا لي لداري ويخرجوني غير كوك ظلما وعدوا ظلما وعدوا بغي يخرجوني المجرمين من داري. علاش اش درتي لهم؟ غير كوك حقره بغوا يخرجوني من داري غير كوك حقره هكاك غير كوك ظلما وعدوا بغوا يخرجوني ولاد الحرام. وانت انت عايش بوحدك؟ رانا عايش بوحدي وشافوني بوحدي وحقروني وراه لمحن رانا محل مكرس الله يجازيكم بخير. واخا الحاج. نعم. دابا هاد الناس هادو. النهار الاول ملي مشيتي سكنتي كنتي عارف جيرانك راه ما كنتش انا عالم على هادشي. انا ملي مشيت نسكن انا بغيت ناخذ شي موحيلي ناخذ فيه الراحه ديالي. انت بغيتي تاخذ موحيلك تمشي نمشي نترجع فيه الراحه ما لقاش فيه هادشي. ما لقاش فيه هاد الجريمه. حتى لقيتي جيرانك؟ لقيت هاد المجرمين مكرسيني انا ما علمتش على الجريمه كاينه في هاد السكنه هادي ما علمتش عليها المجرمين. ما علمتش عليهم هاد المجرمين معدين عليا كوك غير حقرن وغير علاش الحاج علاش؟ غير كوك حقروني. كنت عايش في الزنقه؟ عايش في الزنقه عايش في الشارع. شنو بغيت تقول لهم لا كانوا كيسمعوك؟ هاد المسؤولين كنطلبوا منهم راه الله اللي كاين يشوفوا من حالي رانا مكرفص. يشوفوا من حالي رانا مكرفص يشوفوا هاد المؤمنين يوقفوا معايا ويحيدوا عليا هذه المصيبه الكحله. انا ما علمتش على هذه السكنه بحالكم فيها الكليه. ملي كتشوف عندك دار الحاج رانا عندي داري شاري ب 10 مليون وخارج برا مجرد في الشارع. شاري فلوس وكيجي وما قادرش انك تدخل فيها ما قادش ندخل فيها بداك الخبط يباتوا خبطوا عليا ما مخلينيش يباتوا كامل الليل والدار مزعزعه. رانا كامل الليل والدار مزعزعه ما سدش الراحه. يعني الحاج كدوي معايا دابا والدموع في عينيك مالك الحاج؟ انا محن رانا محنيني هاد المجرمين الله ياخذ فيهم الحق راه مكرسيني ورانا مجرد في الشارع. لا حول ولا قوه الا بالله. وشو هاد الناس شنو بغيت تقول لهم هاد الناس اللي كيديروك هاد الشيء كيدخلوا عليك الدار؟ نشوف شو المسؤولين اللي في المخزن كيعرفوا هاد المجرمين بحال كيكونوا
اللي يعني الناس تبغى تقول لهم تغتسامح لهم؟ ما نسامحش لهم لان مكرسيني ومخرجيني للشارع، ونطلب من المسؤولين يكونوا معنا ويديرونا رحنا مكرفسين، رانا مخرجيني من داري ورانا مكرفس. لا حول ولا قوة الا بالله. شو رانا محن تسمع رانا محن وبغيت الحلال العدو. كاينه هي محن ومخرجيني ومكرفسيني. هذا السيد خالي ما يديرون لي حق، رانا ما نسامحش لهم. رانا مكرفس راهم شافوني الناس. رانا مكرفس فوق العهد، وراه شافوني عباد الله. رانا مكرفس. ايه راه مسكين نقول لك يعس وقول مسكين راه كيعس. راه كيشوفني مسكين ديما، راه كيشوفني حساس انا كيشوفني. راه كيشوفني بس مكرفس، راه شافني مسكين. السيد دار. راه بداري عرفني، راه عرفني بداري. رانا مكرفس مخرجيني منها. لا حول ولا قوة الا بالله. رانا مكرفس، رانا محن. ما كيخلونيش نعس، الله يرحم لكم الوالدين. قال الراجل ورانا محن فوق القياس. الله ياخذ الحق، الله يجعل الله ياخذ الحق. رانا مكرفس، رانا غادي نموت انا محن. تبدو معانا انا قبل السيد هذا، تبدو معانا. شوف احنا جينا نوصلوا مرحبا. راهم غادي هما كيشوفوني كنرقد في الشارع. كيشوفوك كنعس الزنقه هنا. ديما كاين عس. كنرقد في الشارع، شافوني كنرقد في الشارع. قبل رمضان وانا راقد في الشارع، قبل رمضان وانا فوق عام وانا راقد هنا. راه شافوني فوق عام وانا هنا. راهم شافوني. ماشي متشرد، راه بدارو. رانا بداري ومجرد، رانا بسكنتي ومجردين المجرمين مهجيني منها. راه مجرديني بها خارجين، خارج من داري. عندي وراق ديال السكنه وكل شيء، عندي وراقي، عندي كل شيء. عندك كل شيء، راه من الله يوقف معك. والله يوقف معانا وليني رانا مكرفس، راه كيفاش تيقبطوا عليا. كاينين الناس اللي عيطوا معاك. ايوا الناس اللي نشوف، الله يكون، الله يجعل هاد الناس يكونوا يسمعوا. ان شاء الله. الله يجعل هاد الناس يكونوا يسمعوا ويفكونا من هاد المشكله. عندكم اجر كبير. عندكم الاجر وفكونا من هاد المشكل، الله يجعل هاد الناس يوقفوا معانا وتفكنا هاد المشكل. راه مكرفسيني المجرمين وراه مجرديني بالشارع. راه مجرديني بالشارع ورانا مكرفس. بارطاجيو هذا اللايف، بارطاجيو هذا المباشر يوصل للناس المسؤولين. بارطاجيو هذا المباشر يوصل للناس المسؤولين. فهذا السيد هذا اللي على المباشر وكسماشو معنا حتى السيد مسكين كاردي هنا كيقول لك ان هذا السيد شافني كيلعس في الزنقه شاري دار ب 10 مليون وما قادرش ان الله يرحم والديك. اكثر من عامين دابا وكيلعس في الزنقه. اكثر من عامين. لا حول ولا قوه الا بالله. حق الله قالوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماشي راه الحق، الشهادة ديال الله. قال حق الله قالوا، راه مسكين معقول. انا بقى شو السيد كيبان لي انا غير جا وقف. الشهادة كانت معقولة. راه معقولة على اليقين، على اليقين، على اليقين، على اليقين وعلى اليقين. وي راه الله مطالع. كاينة ماشي عامين وما يزيد عليها عامين. انا جيت 3 سنين وانا في الخلاق. لا حول ولا قوة الا بالله. احنا دابا وانا مجرد بالشريعة. ما شفتيش الحال. مجرد بالشريعة وانا مكرفس ومبرش الكرتون وشتا والبرد عليا ويكون الحالة ما يعلموا بها الا الله. طحن فيا برد وطحن فيا حشرة وطحن فيا ورانا بغيت اليوم هما يلبس انا الملخوم هما يلبسوه هما مكرفسيني. هاد المسؤولين يشوفوا فيا رانا مكرفس ورانا شي دار باش ناخذ فيها الراحة ديالي باش نرتاح وناخذ فيها الراحة ديالي. المجرمين يباتوا خبطوا عليا، المجرمين يباتوا خبطوا عليا، يتسارحوا عليا بالخبيط. رانا مجرد في الشارع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا المباشر. فالحاج حافظ النمرة ديالك. حافظ النمرة. عطاها لي. 06 43 43 84 09 09 70 70 06 43 84 09 70 هذا هو الرقم ديالك. الناس اللي بغاو يتواصلوا معاه فهذا هو الرقم ديالو. هذا السيد هذا اللي كيف ما سمعتوا معنا فراه عايش تشرد، عايش واحد قمه المعاناه، قمه الماساه. ما قادرش انه يمشي لدارو كيف ما كيقول بسبب جيرانه كيتهجموا عليه. جيران اللي كيبقاو يدقوا عليه بالليل باش انه يخرج من الدار. فراه دابا حنا دابا قبل منتصف الليل تقريبا، دابا بشي نص ساعه والسيد ما قادرش يمشي للدار كيفاش غير في الزنقه وفي عز رمضان دابا. فلا حول ولا قوه الا بالله. وكنتمنى من الرساله ديال هذا السيد انها توصل للناس المسؤولين. الحاج شنو بغيتي تقول؟
هاد الناس نطلبوا منهم هما يوقفوا معنا على وجه الله سبحانه، يشوفوا فيا على وجه الله سبحانه. ناخذ حق يشوفوا فيا على وجه الله، وناخذ الحق ديالي ويديروا لي حقي مع هاد المجرمين، ونرتاح شويه في داري والله اللي يخلصهم. ناخذ الراحه في داري ونكون الحمد لله نكون مرتاح في داري ونكون هاني في داري. انا بغى لينق شريت سكينه باش نبقى باغي فيها لينق، شريت سكينه بغى بحالي بحال عباد الله مرتاح، بغى انا فيها الراحه ديالي. بغى يخرجوني، بغى يجردوني بحال كوك الشارع، بغى يجردوني بالشارع بحال كوك الدار من واحد. وين كتكون الحاج؟ انا كنسكن من كنسه ثلاثه، الزنقه 26 بلوك ان، البلوك ان الزنقه من كنسه ثلاثه، بلوك ان من كنسه ثلاثه 26، الزنقه 26 الرقم الدار اللي تحت مني جوج. هذيك جارت لا الدار ديالك بوراقها بوراقها بكل شيء، ما يتكال لا بوراقي بكل شيء، انا شاريه بوراقها بكل شيء، شارية بوراقة. كل ما كانش الورق ما نشريهاش، ما نعطيش ولا الحاج هذا المنيو. نوري لهم كل شيء، الله يرحم والديك. اياه نوري لهم الوراق ونوري لهم كل شيء. انا باغي هنا، انا شريت داري باغي ناخذ الراحة ديالي. انا شريت عندي وراقي عندي كل شيء، نشري الدويرة باش ناخذ الراحة ديالي، نشريت الدويرة باش ناخذ الراحة ديالي. هاد الناس اللي كانوا كيسمعونا كنطلبوا لهم الهدايه. ما نسامحش لهم انا على العذاب فوق ثلاث سنين، انا ما نسامحش بالعذاب، ما نسامحش حتى لعبد الله. الله ما يسامحش لهم. انا اعطوني حقي ووقفوا معايا، رانا مكرفص، رانا محن مجرد في الشارع.